السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ رايا الحمد لله، انا راني بخير، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه سهله خفيفه ظريفه. السفنج كيما تاع المحلات رائع، يتقرمش وحده. واش نحتاجو في الوصفه تاعنا هذه؟ نحتاجو سكر كيما تشوفوا، سكر، نحتاجو خماره، ونحتاجو الفارينة. وهنا نحتاجو الكاس هذا اللي كيلو به الماء كيلو به الفارينة. الوصفة تاعنا كيفاش تجي؟ الكيل تاع الماء نديرو زوج كيسان، والكيل تاع الفارينة نديرو ربع كيسان، يعني زوج كيسان ماء بربع كيسان فارينة. وصفة بسيطة وسهلة، ان شاء الله تجربوها. بسم الله نبداو. هنا نحطو مغرفة تاع سكر كيما كنت تشوفو، مغرف سكر هكذا، والخمارة كما تشوفوا هنايا نحطو تاني مغرف خمارة هكذا كما تشوفوا. وهنا نضيفو زوج كيسان تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا هكذا. ونضيفو رشة تاع الملح هكا. نخلطو المكرونة تاعنا، بعد ما خلطنا المكرونة تاعنا مليح، الكاس اللي كنا كيلنا به الماء كيما راكو تشوفو نكيلو به الفارينة هكذا. هكذا بسم الله، واحد اثنين هكذا كيما راكم تشوفوا. نحطو مليح هكذا، وهنا بعد ما خلطنا الخليط تاعنا وعطانا القوام هذا نغطوه ونخلوه حوالي من 10 الى 15 دقيقة ونعودو بعد قليل. كما شفتو عطيناه وخليناه. وهنا كما راكو تشوفو البنات، راكو تشوفو دارت فقاعات الخليط تاعنا اللي كنا خليناه 10 دقائق، انا خليته ربع ساعه، هي 10 دقائق ولا ربع ساعه. المهم نزيدو الفارينه تاعنا زوج كيسان الاخرين اللي كنا ما زدناهمش هكذا كما راكو تشوفوا. هذا الكاس الاول، وهذا الكاس الثاني. وهنا نستعملو يدينا هكا كيما تشوف.
وهنا كما شفتوا العجينه تاعنا تلصق شويه، نسيو نزيدوا لها مغرف تاع فارينه هكذا كما راكم تشوفوا. كما تشوفوا يعني ما تديش منا مجهود وما تديش منا وقت هكذا، ونخلو العجينة تاعنا حوالي 10 دقائق ونرجع. وهنا كما شفتوا العجينة تاعنا بعد ما خمرت هاكو تشوفوا فيها فقاعات، نسيو نعاودو نلموها باش نحو منها الهواء هذا كامل، وكيما يقول كسر كل كي تنحي لها الهواء هذاك تجيك العجينه مليحه ويجيك سفنج خفيف. هكذا كيما تشوفوا هكذا، طبيعه الحال نديرو شويه زيت في يدينا باش ما تلصقناش العجينه هكذا كيما راكم تشوفوا بعد ما لمينا العجينه نقطعوها هكا على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا. كل واحد اللي يحب شكل كبير يكبر العجينه، اللي يحب شكل صغير يصغر العجينه هكا كيما راكم تشوفوا. انا مانيش راح نكبرهم، راح نديرهم غير شويه هكذا كيما راكم تشوفوا. هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا وهنا كيما شفتوا بعد ما قطعنا العجين تاعنا كامل نروحو نحطو كسرونه، من الاحسن ديري في كسرونه العاليه هكا ونشعلوا عليها النار ونبداو نقلو. وهنا كما شفتوا بعد ما سخن الزيت تاعنا نشوفوا نحكموا هكا العجينه تاعنا ونثقبوها في الوسط كما راكم تشوفوا هكا على هذا الشكل هكذا كما راكم تشوفوا هكذا، ونحطوها في الزيت وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما تحمرت لنا الجهة التحتانية نقلبوها على الجهة الفوقانية هكذا. وهنا كما شفتوا هذا الشكل النهائي تاع السفنج تاعنا، شوفوا ما شاء الله ما في الطياب طيبته ما شاء الله، لون ذهبي شوفوا خفيف خفيف ما شاء الله روعة، جربوه احسن من تاع المحلات، ما تزيديش تولي طيبيه وحدك في الدار. شوفي يا البنات شوف رائع رائع رائع، خفيف بزاف يشهي ما شاء الله، شوفوا شاهدكم في الجنة الى فيديو جديد ان شاء الله، اتهلاو في رواحكم البنات.